بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم متابعيني. اليوم رح نعمل مع بعض البانكيك بأسهل طريقة. رح نبلش بالمكونات، واللي هي عبارة عن كوب من الحليب الدافي، وعندي كوب من الطحين، حبة من البيض، ملعقة صغيرة من الفانيلا، وملعقة كبيرة من السكر، وعندي زبدة مذابة ملعقة كبيرة، وملعقة صغيرة من البيكنج باودر. راح نقوم بوضع الزبدة والبيكنج باودر والفانيلا والسكر على الحليب عندي وأخلطهم مع بعض. هون بعد ما ضفت الزبدة والبيكنج باودر والسكر والفانيلا على الحليب، راح أضيف البيضة وأخفقها، بعدين أضيف الطحين عندي وكمان أحركه معاهم لحتى يتكون عندي خليط البانكيك. وهيك خليطي صار جاهز. راح أخليه يرتاح 10 دقائق، بعدين أبلش أسكبه في مقلاة حامية لحد ما يتشكل معي البانكيك. وهون هيك خليط البانكيك بعد 10 دقائق راح أبلش أشتغل في المقلاة. هون عندي المقلاة حامية، راح أبلش بسكب البانكيك لحتى تتشكل عندي حبة البانكيك. وهون بعد ما نشف الوجه عندي، راح أقلبها على الجهة الثانية. طبعا راح أخلص الكمية كاملة وأورجيكم شكله مع التزيين. وهيك صار البانكيك جاهز عندي. طريقة ولا أسهل من هيك.